الدكتور عبد العزيز مقالح قال أن صنعاء كانت امرأة في ثياب الندى ثم صارت مدينة. عشق صنعاء وغرام الرياض والعيش في صنعاء والانتقال إلى الرياض، هل كتبت في هذا الأمر أستاذ سام؟ طبعا أخي وليد، أنا كتبت عن هذه الصورة. طبعا لا يرتقي أحد أن يكتب مثل ما يكتب الدكتور عبد العزيز المقال، حينما كانت محاولات يعني سردية في كتاب اليمن بلدي أنا، وفي العديد من المقالات التي أنشرها على صحيفة الجزيرة السعودية. طبعا هناك الكثير من الصور وهناك الكثير من الأماكن الجميلة التي تحدث والتي حدثت لك وأنت داخل اليمن، صورة الوئام الاجتماعي، صورة الأمن الذي كنت تنطلق من أقاصي صعدة إلى أقاصي حضرموت دون أن يسألك أحد عن ماهيتك، عن لونك، عن شكلك، عن منطقتك، عن محافظتك، عن ولائك. تلك الأشياء الجميلة افتقدناها فعلا يعني، ولكن نتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون اليمن في المستقبل أكثر إدراكا لهذه الصراعات الدموية الحاصلة الآن، وأن يتجنب الأجيال القادمة مثل هذه الصراعات لكي يحققوا فعلا لأبنائهم وأحفادهم الأشياء الأجمل والأعظم. وبالنسبة للعاصمة صنعاء، يقال حتى هذه اللحظة هي المدينة الوحيدة منذ أكثر من 10,000 سنة حتى هذه اللحظة التي ما زالت مسكونة دونا عن بقية المدن الأثرية في العالم. صنعاء تسكنها الروح، صنعاء يسكنها سام بن نوح حتى هذه اللحظة، تسكنها هذه القلاع الجميلة والجبال الجميلة والمناطق السياحية الخلابة. صنعاء نتمنى أن تعود كحاضنة لليمنيين دون أن يكون هناك أي تمييز مناطقي أو عنصري. نعم. أو أي شكل من أشكال العصبويات السيئة. حتى الفن أستاذ سام يعني عمره طويل، وخاصة الفن الصنعاني، أو كيف يا أستاذ حسين، يعني الفن الصنعاني والشعر الحميني يعني له تاريخ طويل أكثر من 500 سنة وأكثر يعني. نعم له باع كبير وطويل يعني نعم، وخاصة أنها مدرسة يعني وحيدة يعني الحمينية يعني. نعم. ما جاش مستوردة وإنما هي يمنية أصيلة. طيب أستاذ حسين، أنت شاركت في ليالي اليمن السعيد في يعني في المملكة العربية السعودية، هل توقعت هذا الجمهور وهذا الحضور؟ أجمل المشاركات. هل توقعت هذا الجمهور؟ كانت من أجمل الليالي و نعم. تفضل معذرة. وكان الجمهور طبعا جمهور يمني وسعودي، فشفنا الجمهور طبعا يثلج الصدر. نعم. فشيء طيب. جميل جدا جدا، وبادرة جميلة. علشان نختم هذا اللقاء أيها الفنان المبدع والنجم اليمني الصاعد، ما هي الغنية التي ستسمعنا إياها في ختام هذا اللقاء؟ والله في أغنية جميلة أنا أحبها وفي ناس كثير تحبها، ف واللي يحبها الجمهور الكريم الشارع والجمهور السعودي يعني. هل غنيت أيضا أغاني سعودية؟ والله الشارع السعودي، أنا أقول لك الشارع السعودي يعني صاحب ذائقة، وعلى ما أعتقد أنه يعني من أكثر الجماهيرية يعني تقبلا لأي فن يسمعه، أي فن جميل يتقبل على طول. تفضل أستاذ حسين. خدك ورش من جلا بالحالة حسنك وإيمان علمك ذا
المجانة والشوش من رقم خدك الوردي رقم لاز وردي ومن داله نقش من يقيسك فديتك بالقمر والقمر يعتري خده نمش أو يقول لك شبه يا فتني فالعمى في عيونه والعمش فالعمى في عيونه والعمش فالعمى في عيونه والعمش حالي تتبسم كلها خف الدم صمتها يتكلم شهد ما يتخباش صمتها يتكلم شهد ما يتخباش هي هدية ربك ذايبة في حبك هي هدية ربك ذايبة في حبك حطها في قلبك قل لها ألف هواش حطها في قلبك قل لها ألف هواش جوهر مكنونة بالأدب مزيونة أين تلقى أين مثلها ما تلقاش فرحها من فرحك حين تشوفك تضحك فرحها من فرحك حين تشوفك تضحك في الحياة هي ربحك استلم ربحك كاش في الحياة هي ربحك استلم ربحك كاش في الحياة هي ربحك استلم ربحك كاش لك الحب لك السلام أستاذ حسين محب أبو حبيب ومحبوب شكرا جزيلا لك أستاذ محب حسين.